إلى أزيد من 11 مليون سائح وطني وأجنبي توافدوا على الولايات الساحلية 14، وأقول هنا سائح حيث أن المصطفين تجاوز عددهم 120 مليون على مستوى كل الولايات والبلديات الساحلية. كما أن الإحصائيات تجعلنا نستخلص أن القطاع السياحي بمختلف أنشطته المرتبطة بموسم الاصطياف سواء من قريب أو بعيد قد سجل خلال هذا الموسم رقم أعمال تجاوز 200 مليار دينار جزائري، وهو خلال موسم الاصطياف فقط، وهو رقم يبعث على الارتياح ويعطينا دفعا قويا لمواصلة الجهد للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة في الرقي بالقطاع السياحي والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني.